السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللجنة الخماسية المؤقتة اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم طلعت بيان بتبين فيه ليه أو اعتمدت على إيه علشان تعاقب لاعبي الاهلي او الزمالك، وقالت من ضمن اللي قالته انها اعتمدت على ماده في الميه حصلت عليها من شركه ابو ظبي للاعلام اللي هي الشركه الناقله يعني قنوات ابو ظبي. يعني هذا البيان النهارده تفسر فيه تداعيات لدفعت لجنه لاصدار القرار والعقوبات تجاه عدد من لاعبي النادي الاهلي والزمالك بعد مباراه السوبر. وقال اتحاد الكوره علقت معظم وسائل الإعلام المقروء والمرئي على العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري اللي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي، فلازم اتحاد الكرة المصري إيضاح ما يلي. كتر خيركم، ها كتر خيركم، لكن ده كدب ملوش رجلين. ليه كلمة جاي لكم دلوقتي؟ لكم اتفضحوا يا عين. بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا، واطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة. امال فين رئيس او مراقب لجنة الحكام؟ مراقب الحكام جمال غضور ما كانش موجود، لا مؤاخذة بيه ما كانش موجود. كما اطلعت اللجنة مراقب المسابقات اللي هو رئيس اللجنة حسام الزناتي، زناتو الزملكاوي. كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي، المدير التنفيذي للاتحاد الواردة رسميا، خدوا بالكم الواردة رسميا من هيئة أبو ظبي للإعلام. يوم إيه يا أخي؟ هيئة أبو ظبي للإعلام تكذبهم، ويعقوب السعد يقول لهم ما شفتش حاجة، ما بعتناش حاجة، ما طلبتوش مننا حاجة. قال لك إيه؟ الواردة رسميا، خدوا بالكم رسميا من هيئة أبو ظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى فلاشة قدمها المنسق العام للمباراة وتضم مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة، كاميرات الجهة الناقلة وهي أبو ظبي جاي لكم، ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون. يعني إن الشركة بتاعت أبو ظبي صورت حاجات اللي هي بتنقل المباراة لكن ما نقلتهاش على الهواء، فاحتفظت بها عندها. فرجعوا لهيئه ابو ظبي والاعلام وقنوات ابو ظبي النقله للمباراه، فخدوا منها الفلاشه ده على حسب كلامهم اللي كذبته قناه ابو ظبي ويعقوب السعد مدير قنوات ابو ظبي. كما جاء قرارات اللجنه بناء على ثبوت ادانه كل من شملتهم القرارات على النحو التالي، وجاب لك بقى العقوبات واللعيبه والكلام ده كله. حلو الكلام. ابتدت القصه من الاخ الاستاذ الكابتن خالد بيومي. خالد بيومي قال لك، قال لك اللجنة المؤقتة بتاعت اتحاد مصر لكرة القدم في حيثيات العقوبات اللي طلعت دلوقتي من شوية كده، البيان اللي طلعوه لما لقوا قيل وقال واعتمد عليه، راح مطلعين امتى؟ حيثيات العقوبات لماتش السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي، وأنا اتكيت لحضراتكم في البيان اللي قالوه اللجنة الخماسية اتحاد مصر طلعه، قال لك استلمناها بشكل رسمي، بشكل رسمي اتكيت عليها هناك. وهنا برضو خالد بيقول لك ايه اللي قالوا انها استلموها بشكل رسمي من الجهه الناقله، وبسؤالي لرئيس القنوات يعقوب السعدي اكد لي انه لم يعطي اي مسؤول في اللجنه لا شريط ولا لقطات، ولذا هذا البند عاري تماما من الصحه. اول القصيده زي ما بيقولوا، بتقول لي بنيت قراراتك على ايه؟ على شريط المباراه يا اخويا اللي جالي بشكل رسمي يا اخويا، ومش عارف بتاع الناموس يا اخويا، وكيتو يا اخويا، ومش جاي لي من مين؟ من الجهه الرسميه يا سيدي، اللي هو ايه؟ ابو ظبي، جهه ابو ظبي للاعلام. يقوم ايه؟ رئيس قنوات ابو ظبي يقول لك لا. طب هناخد بكلام خالد بيومي؟ لا مش واخدين بكلام. انت مش حلو يا عم خالد، انت كخ يا عم عمخ. انت مضطهد عمرو الجناح. لا تعالوا ناخد كلام مين؟ يعقوب السعدي بنفسه، بذات نفسه، من خلال صفحته على تويتر اتكلم، صفحته موثقه ورسميه، قال لك اندهش من اقحام، يعني فضحتونا كمان، يعني لعيبه فضحتنا هناك في الامارات،
اتحاد كوره بيفضحنا، بيتبلى على ابو ظبي الرياضيه، وابو ظبي فضح يعني الناس يقول لهم مش كفايه استضفناكم ولعبناكم الماتش، كمان طالعين بتجيبوا اسمنا وتزجوا باسمنا في حاجات بين جد كل قرف. قال لك اندهش من اقحام اسم ابو ظبي الرياضيه فيما يدور من سجال حول عقوبات لاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر. قولا واحدا لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن مباراه النادي الاهلي او ما حدث فيها، ولم يطلب هناك. قال لك ايه؟ بعض اللقطات وفلاشه من القناه جبناها اللي لم يتم بثها وعرضها على الشات التلفزيون، جبتوها وبشكل رسمي. الراجل بيقول لكم مين ده يا اخويا؟ قال لك قولا واحدا لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراه او ما حدث فيها، ولم يطلب منا احد هذا كمان، يعني محدش طلب، وهم ما قدموش ومحدش طلب. قال لك ما تريدونه عرضناه على الهواء، عرضنا كل حاجه على الهواء، ولسنا طرف في الاحداث، محدش يفتح بقه ولا يجيب سيرتنا ولا يزج باسمنا ويقول لك جبناه. يعني مش كفايه تآمر، لا متآمر واهبل على رأي الفيلم. الفيلم كان بيقول لك انت متآمر وكمان اهبل، يعني وقعت لعيبه النادي الاهلي وعملت عقوبات على النادي الاهلي ملهاش اي معنى ولا لها اي صفه ولا لها اي منطق ولا تمت العقلانيه بصله عشان تعمل ترضي مرتضى منصور، تقوم تقول ايه؟ رحت لجهه ابو ظبي، تقوم جهه ابو ظبي تفضحك، تقوم ابو ظبي الرياضيه ويعقوب السعد يفضحك يقول لك ما خدش حاجه. وده دليل قوي في ايد مجلس اداره النادي الاهلي لانه يشكو بقى للفيفا. ها معاك دليل قوي عشان تعترض بقوه على العقوبات بتاعتك يا كابتن محمود، يا مجلس اداره النادي الاهلي معاكم يعقوب السعد، شهاده يعقوب السعد رئيس يقول لك ما بعتش، معاكم البيان اللي طلع من الاتحاد المصري موقع رسمي الاتحاد طلعه ويقول لك بشكل رسمي، يعني كذب وبتضللوا الناس. وانتم فاكرين انتوا عايشين لوحدكم؟ الدنيا اوضه صغيره، العالم اصبح دلوقتي بقى اوضتين وصاله يا عمرو بيه جنايني يا استاذ محمد فضل يا استاذ احمد عبد الله، العالم بقى اوضتين وصاله. اللي انت هتقوله النهارده مفيش 5 دقايق هيرد عليك من اخر الدنيا، واحد من اخر من امريكا هيرد عليك 5 دقايق. فسيادتك ما تقوليش جم ابو ظبي بسم الله ما شاء الله. يعني ده بالنسبه لفضيحتهم، فضيحه جلاجل للاتحاد المصري لكره القدم. بالنسبه للنادي الاهلي، فايلر طبعا عامل سعر في مباراه غد النادي الاهلي والزمالك ان شاء الله، السويسري رينيه فايلر اعلن قائمه النادي الاهلي. الغريب في الامر اللي انا مستغرب له، رمضان صبحي مش موجود في القائمه، ليه؟ مش فاهم. هل اصابه يعني رمضان صبحي تستاهل كل الوقت ده كله؟ في حاجه غريبه يا جماعه، يعني رمضان صبحي غايب دلوقتي بقى تقريبا بقاله اكتر من شهرين، اكتر من شهرين، شهرين وي كمان، يعني كل الفتره الطويله دي صعب. فين ده مزق في العضله لا قدر الله، ما فيش حاجه، ما لا قدر الله اصابه بقى، الاصابات بتطول ليه؟ ده حاجه غريبه. السويسري ريني فاير المدير الفني للفريق الاول لكره، هو بيتمرن، هل هو خايف عليه وبيجهزه؟ طب ما جهزه في مباراه زي دي، ينزل يلعب لي 5 دقائق 10 دقائق بدنيا مؤهل ان يخوض مباراه صن داونز اللي جاي. خايف يتصاب في ماشي يلعب 5 دقائق. قال لك الفريق لمواجهه الزمالك قرر لها غدا اثنين على استاد القاهره في الجوله المؤجله بين فريقين من الاسبوع الرابع، وجاءت قائمه النادي الاهلي كالتالي: شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسه المرمى، خط الدفاع محمود متولي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، اليو ديانج، ده بالنسبه للاعبين النادي الاهلي، خط وعلي معلول بالنسبه ومروان محسن، دول لعيبه بقى وليد سليمان، ايمن اشرف، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، اليو باجي، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، واحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني. ده طبعا اللي شملتهم العقوبات خارج القائمه، يعني جونيور اجايم مش موجود، اللاعب ياسر ابراهيم مش موجود، لاعب كهربا مش موجود، رمضان صبحي مش موجود. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله اذا المباراه لعبت. لحد دلوقتي مفيش كلام انها هتتاجل، الكلام لحد دلوقتي الاخبار اخر اخبار انها مفيش اخبار رسميه انها هتتاجل، يعني المباراه تلعب في وقتها يعني لحد ما نشوف. طبعا نادي الزمالك عمل كان كلام بيقول لك انه هيجيب يلعب بالصف الثاني، يلعب بالصف العاشر ومصلحتك تتغلبوا 5 ولا 6 كمان مفيش مشكله، اهو التاريخ يسجل، سجل يا تاريخ. طبعا قائمه الزمالك ضمت اللعيبه اللي تم ايقافها، هو عايز اللعيبه معاه يحفظهم طرق اللعب عشان صن داونز، علشان الترجي التونسي بعد مباراه النادي الاهلي، فضم كل اللعيبه يعني عبد الله جمعه ومعاهم شيكابالا ومعاهم الواد الثاني اللي اتوقف عبد الله جمعه وامام عاشور هو اللي مش موجود يعني الولد ده. ده بالنسبه لقائمه النادي الاهلي وقائمه نادي الزمالك وفضيحه الاتحاد المصري لكره القدم.
وعلى رأي عادل إمام في الفيلم، يا فضيحة أم حناجي، يا دي الفضيحة أم حناجي، يا دي الجرثة أم جلاجل، شكلك إيه دلوقتي يا عمرو جاي؟ لابس لي دبوس بتاع البنك بتاعك ضد التعاقد بتاع الشركة الراعية اللي جابت وعملت الحفلة ولبست اللي كان عليها بتاع نادي الزمالك السوبر. والنهارده بتطلع تقول لي خدنا من ابو ظبي فضحتك. والله لو عندكم دم، لو عندكم دم تقدموا استقالتكم، لو عندكم دم، لو في شويه احساس، لو في ذره احساس ان انتوا فضحتوا بقى شكلكم وحش قوي يعني. في انتظار بيان النادي الاهلي، اجتماع حاليا شغال وفي انتظار البيان، ان شاء الله البيان يرضي طموحات جماهير النادي الاهلي. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات كل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله.